يا اخي ابو سمير، اللي عجبني فيك مواقفك ثابته ما تتغير. الله يحفظك، كل انسان يربط لسانه ومصداقيته، ولا ايش الفايده منه؟ بعد منكم اخذ راحتك. الو يا هلا. لا يا اخوي، لا لا لا، رايي ما ارجع فيه، انا رايي واحد، انا عندي مبدا، يصعد المنصه يعني يصعد، ما ارجع برايي اطلاقا. ولا ناذون هذول يا يبا، ايش فيكم انتم ما تفهمون؟ يصعد المنصة يعني يصعد، ما رد برأيي أنا. يلا ألو شلون؟ أي وزارة؟ هي شو نسوي نوافق الناس؟ ناخبين عمي معاملة ها؟ ولا علاج يسمونه سياحة ينسون عمي؟ وزارتين بعد؟ مشكور. أي مبدأ؟ ابتسم عمي ابتسم.